ده انت هتعمل ايه؟ انت هتنام على سريري؟ اه هنام. ده حلو قوي. لو النبي. اه ده حلو قوي. لو النبي. لا انا محدش ينام على سريري. عادي يا سولي، مامي قالت ان احنا لازم نحترم الضيوف. الضيوف على عيني وراسي، احترمهم في اي حاجه الا ان هم يناموا على سريري وانت عارفه كده. معلش يا سولي نستحمل بقى. هسبق كده هنام جنبك. يا ده انت بتعمل ايه؟ هنام جنبك. لا مش بحب حد ينام جنبي. لو النبي. ولا انا ما بحبش حد ينام جنبي. خدي حطي النضاره يا مي واقفلي النور. لو النبي. على رأي المصر السرير سرير أبونا والضيوف هتيجي تطردونا. احنا هننام فين بقى دلوقتي يا سولي؟ معرفش يا بنتي. اطلعوا اقفلوا النور بقى، جاتكم القرف. جاتكم القرف؟ بلدتوا البلد اللي اتقدم. يعني عاجبك كده يا انجي؟ انا ما انا وعيالي على الارض وهما يناموا فوق وضنا وعلى سريرنا. وطي صوتك يا علي، وطي صوتك. بعدين هما ضيوف عندنا ما يصحش كده يسمعوك. عارفه لو جبت سير الضيوف دي تاني هرمي عليك يمين الطلاق حالا. بقى كده يا علي بتهددني؟ لعلمك لو طلقتني مش هتلاقي حتى الفرشه دي تنام عليها. كبيرك تطلع تنام في حضن السياده امك فوق. ها ان كنت ناسي افكرك يا علي. ها تصدقي والله والله فكره، انا ازاي ما جاتش على بالي الفكره دي. تعالى هنا يا علي. يعني ايه؟ عايز تطلع عند امك فوق وتسيبني انا وعيالك نايمين هنا على الفرشه؟ ايه الانانيه دي؟ احنا مع بعض في السراء والضراء، واحنا في النيل الضراء دلوقتي. اه في النيل الضراء دلوقتي. ايه الجاموسه دي؟ ايه يا عم مش تحاسب؟ ايه ده ايه ده؟ معلش انا اسف، انا ما شفتكمش والله. وبعدين انتوا ايه اللي نايمكم هنا؟ لا ابدا، اصل في تتار احتلوا البيت. ايه؟ تقول ايه؟ لا ابدا، ده بيقول لك في اكل على النار لو حبيت. ايوه انا جعان فعلا، بس انا وانا بقلب في التلاجه لمحت حتتين كبده كده في الفريزر، هخش اشوحهم بقى. بس انتوا اشمعنى الحته دي اللي منقيينها بالذات؟ لا ابدا، اصل احنا شارين الشقه دي كلها ولينا مزاج ننام على الفرشه دي. اه وبعدين احنا بننام هنا في الشتاء وبنصيف الناحيه الثانيه. اه يا ولادي الايه؟ اه يا علي يا ابن اللذينة، ها؟ افكارك غريبه غير الناس كلها. بس انا خايف لنكون متقلين عليكم. اخسى عليك يا حسين، ما تقولش كده، ده انتوا منوريننا والله. ريحتي قلبي والله يا انجي، كان جبل على قلبي ونزاح. الحمد لله ان احنا مش متقلين عليكم. انا في المطبخ بقى. ها بعد اذنكم. لا ده مفيش دم بقى، انا رايح عند امي. علي 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 ندل، طول عمرك ندل. كلوا يا حبايبي، كل يا يحيى، كل يا حور. ايه ده؟ هو ده بس الاكل؟ احنا كده مش هنشبع. معلش يا حبيبي، مسح زور بس على الصبح. تاخد مربى يا حبيبي؟ ناوليني المربى يا عمي، بس لو مربى التين يا ريت. لا مفيش غير فراوله وخوخ. ذوقهم زباله حتى في الاكل. معلش بقى، ناوليني اي حاجه وخلاص. اديله الحلاوه دي يا يحيى بسرعه. كل يا قلبي. اه طبق الحلاوه ده يا حبيب قلبي. كل يا روحي. حطه هنا جنب طبق علبه اللبن الجميله دي. اه صباح الخير يا جماعه. انتوا بتعملوا ايه؟ انوش صباح النور يا حبيبتي، عامله ايه؟ هنكون بنعمل ايه؟ بنفطر طبعا. معقوله يا كاميليا؟ معقوله يا حبيبتي تبعتوا تجيبوا اكل من بره يا روحي وانا الاكل مالي الثلاجه يا كاميليا؟ فطار ايه بس يا انجي؟ فطار ايه؟ احنا برضو نجرحك ونحرجك ونجيب فطار من بره؟ لا طبعا، دول شويه الاكل اللي كانوا عندك في الثلاجه يعني. ها ولا انا كله؟ معقوله خدتوا كل خزين البيت بتفطروا بيه؟ خزين؟ خزين يا انجي؟ ده هما شويه جبن على شويه بيض على كام علبه لبن على كام علبه مربى، حاجه شق ريق كده. شق ريق؟ ايه ده؟ اه ما انا عارف، قريت عليها انها مخصصه للاطفال. ولما انت قريت انها مخصصه للاطفال بتشربها ليه؟ افطر الواد المسكين ده ايه دلوقتي؟ اقصى عليكي، مش شايفاه بيبي فيش؟ بيبي 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 بيبي. هعمل ايه يا انجي؟ فتحت التلاجه لقيت اللبن الموجود فيها مش هيكفينا،
قلت اخد علبه اللبن بتاعت عمر واكله لبن. يا سلام، وانا افطر البيبي الغلبان ايه ده دلوقتي؟ اعملوا له سندوتش لانشو، ولا اقول لك كلمي الصيدليه تجيب لك علبه لبن بدالها، بسيطه اهي. انتوا في ده بتقولي حاجه يا انجي؟ لا يا حبيبتي، بقول الف هنا وشفا. مطرح ما يسر يهري كله كويس يا عليكي انت وجوزك وولادك يا روحي. ايه ده؟ دي بجاحتي. انتي شفتي دي بتاعت علي جوزي. هتاكل من عليا حته صح؟ اه هتاكلك. اه بس احنا بصراحه بقى كنا جايين تعبانين قوي قوي امبارح، كسلنا نفتح الشنط، قلنا يعني ناخد حاجه من حاجتكم. ليه يا حبيبتي تكسلي ليه؟ كنتي قولي لي وانا ساعدك افتح معاكي الشنط بدل ما تلبسي حاجه مش جايه على جلدك. صباح الخير يا مامي. صباح الخير يا مامي. صباح الخير يا حبايب مامي. مامي ما تعملي لنا فطار على بال ما نلبس عشان نروح المدرسه. معلش حبيبتي الفطار بح خلاص، هبقى اديكي فلوس تبقي تشتري اي حاجه تفطري بيها من المدرسه. مدرسه ايه يا انجي؟ الساعه بقت 10. يا نهار اسود، الساعه 10؟ المنبه ما ضربش؟ لا ضرب بس انا قفلته، لقيته لخمني شويه وانا بفطر فما عرفتش اركز، قفلته ودشدشته كمان. كسرت المنبه ليه؟ حرام عليك. وضرب الساعه 6:30 وانت قفلت وانت بتاكل؟ يعني بقالك 3 ساعات ونص بتاكل؟ 3 ساعات ونص؟ يا رب يا حسين، يا رب يا حسين تزور وانت بتاكل. حسين، حسين بطلت البطاطس الشعبيه دي كمان يا حبيبي. بقول لك ايه يا انجي، هو انت علي هيقعد عند مامته لحد امتى؟ ما اعرفش يا كاميليا، بتسالي ليه؟ أصلا بصراحة يا إنجي ما بحبش أقعد في البيت متكتفة باللبس ده، أحب يعني كده أقعد على راحتي. تقعدي على راحتك؟ آه. يا كاميليا إذا كنت أنا صاحبة البيت ومش قاعدة على راحتي، تقومي أنت عايز تقعدي على راحتك؟ إيه يا إنجي؟ إيه يا إنجي يا حبيبتي في إيه يا روحي؟ أنت جوزك مش موجود إنما أنا جوزي موجود. أيوة يا كاميليا، بس علي ممكن يفتح الباب في أي لحظة ويدخل. يا نهار أسود، يا نهار أسود، أنت اتجننتي يا إنجي؟ علي معاه نسخة مفتاح الشقة؟ أيوة تخيلي. تخيلي ده معاه نسخة مفتاح الشقة اللي هو عايش فيها اللي هي بتاعته؟ لا 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 يا انجي ما ينفعش الكلام ده خالص. بقول لك ايه؟ انت تاخدي منه المفتاح. اه يا حلاوة، يعني انت عايزاني اروح لجوزي واقول له اديني نسخة المفتاح علشان اديها لجوز كاميليا علشان كاميليا تقعد براحتها يا علي؟ لا يا انجي انت اتجننتي، انت غريبة قوي يا انجي، ما ينفعش تروحي تقولي كده لعلي، انا بصراحة اتكسر. لا وشك كسوفة قوي، امال اقول له ايه؟ بصي انتي ما تقولهوش حاجة، أحلى حاجة تسليتي منه. أسليته منه؟ انتي بقيتي أوفر قوي يا كاميليا، أوفر في طلباتك وفي كل حاجة، أنا اتخنقت. أخص عليك يا إنجي، خنقتك؟ حرام عليك يا إنجي، لا لا بجد زعلتيني، ده أنا حتى لسه ما فتحتش شنطتي، ده أنا ما لحقتش أقعد عندك يوم. لا يا إنجي أنا هاخد بعضي وأمشي، هو الإنسان إيه يعني غير شوية كرامة؟ همشي يا إنجي همشي، ولو جرى لي حاجة أنا ولا ولادي ولا جوزي ذنبي في رقبتك. لا يا إنجي زعلتيني منك. خلاص بقى، خلاص بقى يا كاميليا، خلاص خلاص صعبتي عليا، خلاص خلاص أنا لو منك أمشي، والإنسان إيه غير شوية كرامة؟ امشي يا كاميليا امشي. ايه يا انجي؟ بهزر معاكي، بهزر معاكي يا كاميليا. خلاص خلاص حبيبتي هشوف موضوع المفتاح ده. حاضر، هسلته منه. طب الاقيش بقى عندك حاجه قط؟ اه عندي كومبليزون مقور هديهولك.